الرب يسوع قال لنا ما تعولوش هم روحوا يضطهدوكم يحبسوكم يستجوبوكم ما تعولوش هم ان هتقولوا ايه وهتدافعوا عن نفسكم لان الله يعطيكم كيف تجاوبون الرب بس بصلي ان الرب يستخدم كل فرصه اضطهاد انه يفتح اعين المضطهد ويدرك انه امام الاله القوي العادل عشان كده احنا ما بنخافش كمسيحيين مؤمنين والكتاب بيعلمنا ان احنا بنخاف من الذين يقتلون الجسد لكن ما يقدروش يجربوا ما لا ي... تخافوا من الذين يقتلون الجسد بالضبط بل خافوا من الاله اللي عنده سلطان يلقي الجسد والنفس كليهما في جوان. في بالضبط كذا هو هو ده ده ممكن يعملوا يقتلوا الجسد بس خلاص واحنا بالنسبه لنا الطرف عين بالراحه السما ده راحت هم بي يعني بيسرعوا اه بالضبط بالضبط كذا